كشف مصنع ميك بباتنا لتركيب السيارات النفعية والسياحية اليوم السبت عن السيارة التي قام بتركيبها والتي سيتم تسويقها في الجزائر. وكشف المصنع النقابة عن السيارات الأرخص في الجزائر، ويتعلق الأمر بسيارة بيك بـ20 التي ستباع في السوق بـ125 مليون. سيارة بيك بـ20 بتجهيز كينفورت وبنحرك 1.3 لتر بنزين بقوة 108 حصان بسعر 125 مليون. ومن المنتظر أن يركب مصنع السيارات بباتنا 4 موديلات أخرى إلى جانب السيارة الـ20، ويتعلق الأمر بكل من بيك X25 بنحرك 1.5 لتر بنزين بقوة 114 حصان متوفرة بتجهيز كينفورت علبة يدوية بسعر 175 مليون وتجهيز كينفورت بعلبة أوتوماتيكية بسعر 190 مليون. بالإضافة إلى تجهيز لايك بعلبة أوتوماتيكية فقط بسعر 199 مليون X35 بنحرك 1.5 لتر بنزين بقوة 114 حصان سوق سوق بسعر 239 مليون. نبي 40 بنحرك 2.0 لتر بقوة 190 حصان ثنائي الدفع 2:4 متوفرة بجهيز كينفورت علبة يدوية وأوتوماتيكية سوق بسعر 480 مليون للعلبة اليدوية و 540 مليون للأوتوماتيكية. موديل بيك بكاسوي سوق بنحرك 2.5 لتر تورب ديازل بقوة 174 حصان ثنائي الدفع 2:4 بسعر 340 مليون والرباعي الدفع 4:4 بسعر ترويجي 360 مليون، وهذا بعد خصم 300,000 دينار جزائري. جل الموديلات المركبة في مصنع بيك إندستري إنترنيسينو الألجيري تتمتع بضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر.